أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم.